شكرا على استضافتي في منبركم. حضور اليوم شخصي فهو ما غاديش نقول بانني جيت بحضور شخصي، ولكن جيت بناء على تمثيل هذا القطاع اللي هو قطاع التجارة، اللي هو قطاع حيوي وقطاع كيمس شريحة واسعة في المجتمع المغربي، كمثل 1,490,000 منصب شغل. كنتكلموا على 13.8 او 84.3 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام، اللي هو 13% 13 تقريبا قرابه 13% من يعني من هذا الناتج الداخلي الخام او الناتج الوطني الخام. هذه الشريحة ممثلة في نقابات. اليوم تأسيس يعني ذكرى الأربعينية لتأسيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين هو حفل كبير بالنسبة لهذه الشريحة، ولكن أيضا لكيمثل بأن تواجد الحكومة اليوم معهم هو عزم الحكومة على يعني على خلق هذه التشاورات دائما مع النقابات، لأنهم هم الفاعل المدعم ولتطوير هذا القطاع. واليوم نحن دائما وسنبقى دائما عازمون على هذه يعني المقاربة التشاورية بين النقابات، وخاصة اليوم مع نقابة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في هذا الحفل الأربعين. نحن اليوم سعداء ونحن نحتفل بالذكرى 40 سنة على تأسيس النقابة الوطنية للتجار المهنيين. أربعة عقود من النضال والكفاح من أجل إشعاع هذه المنظمة أو هذه النقابة الوطنية للتجار المهنيين. وتتعرفوا بأن هذا القطاع فهو يعتبر قطب الراحة للاقتصاد الوطني والتنموي. واليوم بالمناسبة سوف نكرم مجموعة من المؤسسين ومناضلي النقابة الوطنية للتجار المهنيين الذي ضحوا من أجل إشعاع هذه النقابة على الصعيد الوطني، وشكراً.